صايم رمضان ابشر بالخير، نعم صيامك وفطور خير. صباحات رمضانية. رمضان ابشر بالخير، نعم صيامك وفطور خير. صباحات رمضانية يأتيكم صباح كل ثلاثاء. ابشر باليوم للهنا والخير وبلوغ القصد بلا تأخير. في الإعداد والتقديم مصعب حسين. رمضان أبشر بالخير. أبشر بالخير. صباحات رمضانية. أنا جيت أكاري بشوق ومحبة ودمع نجاري، يا المحبوب أنا جيت أكاري بشوق ومحبة ودمع نجاري المحبوب. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة وهي السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. نحن وأنتم نلتقي مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم صباحات رمضانية الذي يأتيكم عبر إذاعة الأمل. في البدء تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في الإشراف العام والمتابعة الأستاذ عبد القادر الحبيب، الإعداد والتقديم مصعب حسين، في المونتاج أمينة خليفة. إذن التحية لكل المستمعين الأفاضل الذين بيستمعوا لنا عبر إذاعة الأمل. فموضوعنا اليوم بيتكلم عن ليلة القدر وفضل هذه الليلة. لقد جاءت عدة أقوال في بيان سبب تسمية هذه الليلة بهذا الاسم أو ليلة القدر. قيل أن الله تعالى يكتب في ليلة القدر مقادير العام ما سيجري فيه، وقيل أن المراد بهذا الاسم هو الشرف والمكان العظيمة، وقيل سميت بهذا الاسم للأجر العظيم الذي يتحصل عليه المسلم بسبب قيامه تلك الليلة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيا عزيزي السامع، أجر قيام ليلة القدر لا يعادله أجر قيام غيرها من الليالي، فإن أجر قيامها متحقق بمجرد احتسابها دون اشتراط العلم بها. لذلك عليك القيام العشر الأواخر من رمضان دون استثناء، فإن ليلة القدر لها العديد من الفضائل. فقد خص الله تعالى هذه الليلة بنزول القرآن الكريم الذي هو سبب في الهداية والتمسك به، سبب في النجاة والسعادة في الآخرة. وليلة القدر لها منزلة عظيمة عند الله، ويدل على ذلك الاستفهام عنها للدلالة على تعظيم قدرها وتفخيمها في قوله تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر. ففي هذه الليلة تقدر الأرزاق والآجال، وتحقق البركة والخير، بالإضافة لنزول جبريل عليه السلام والملائكة، مما يحقق السكينة والبركة، وأيضا يحقق فيها السلام والطمأنينة، ويدرأ العذاب والعقاب عمن أقامها بالطاعة، تغفر فيها الذنوب والمعاصي. فأيضا في هذه الليلة فقد وردت سورة في كتاب الله الكريم باسم هذه الليلة. لذلك عزيزي المستمع، عليك استغلال العشر الأواخر ونيل الأجر العظيم ومضاعفة الجهد في أداء مختلف الطاعات والتوسيع على الأهل والجيران، إذ يستحب للمسلم في هذه الأيام الإحسان إلى رحامه وجيرانه، والحرص على ترديد الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى، والحرص على الاعتكاف في بيوت الله وتخصيص مكان للاعتكاف بعيدا عن مخالطة الناس، والحرص على أداء الصدقة في هذه الأيام، لأن الصدقة في هذا الشهر أفضل من الصدقة في غيرها من الشهور. فيا مستمعي الكريم، كانت هذه نهاية حلقتنا لي اليوم. سأل العلي العظيم أن يتقبل صيام والقيام، وأن يجمعنا وإياكم ويجعلنا من عتق هذا الشهر الفضيل. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.